أما هلأ مشاهدينا وضمن المساحة الجديدة ضمن صباحنا غير لليوم، حنروح لإنجاز سوري جديد ورسالة جديدة من سوريا للعالم، ولكن هالمرة من المسابقة الإقليمية للمحاكمات السورية للقانون الدولي الإنساني. هي طبعا هي المسابقة بتنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجامعات العربية للدارسين في كليات الحقوق، وتقام كل سنتين. طبعا سوريا كان لها مسابقة اشتراك قبل هاي المرة وفازت بالمرتبة الأولى. أكيد رشا، وعم نحكي اليوم أقيمت الدورة الثالثة بتاريخ 28 و29/11/2022 بسلطنة عمان، وشارك فيها 10 دول عربية تنافست من بينها على إجراء محاكمات سورية أمام المحكمة الجنائية الدولية. واليوم ضيوفنا رح يكونوا معنا بالاستوديو من الفريق السوري المشارك الفائز. خلونا نتعرف بضيوفنا الأستاذة هدى هدى حسن وآرام شربجي، طلاب ماجستير، ومدرب الفريق الأستاذ ياسر كلزي وهو الدكتور ومدير البرنامج بالجامعة الافتراضية السورية وماجستير بالقانون الدولي الإنساني. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم ومبروك. صباح النور. مبروك لكم ولنا، يعني بداية هذا الإنجاز علينا على الجميع طبعا. يعني أستاذ، خلينا نبلش من عند حضرتك كونك الكوتش والمدرب للطلاب. خلينا نحكي عن المسابقة وكيف تم الاشتراك فيها. المسابقة الإقليمية للمحاكمات السورية هي محاكاة للترافع والدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية. طبعا هي تنظم كما قلتي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار الدول العربية أو جامعات الدول العربية للدارسين في القانون سواء كانوا إجازة أو ماجستير. بدأت المسابقة بال 2017، كان أول دورة، وكان بأول دورة طبعا أيضا توج الفريق السوري الأول آنذاك على الدول العربية المشاركة. الدورة الثانية ظروف كورونا ما شاركنا نحن في الدورة الثانية. الآن في الدورة الثالثة تمت المشاركة باختيار فريق من الجامعة الافتراضية السورية. عادة أسلوب المسابقة هو بيتم مسابقات محلية وطنية، بيتم اختيار الفريق الأفضل للمشاركة ضمن الدول. نحن لضيق الوقت تم إعلامنا متأخرا بالمسابقة، فباعتبار لدينا ماجستير متخصص في القانون الدولي الإنساني في الجامعة الافتراضية السورية، ارتأت وزارة التعليم العالي أن يكون الفريق المشارك من قبل الجامعة الافتراضية السورية، وبناء على معايير محددة تم انتقاء الفريق، يعني الفريق الطلاب المتميزين بالدرجة الأولى. نعم. إضافة إلى الحضور والشخصية أجرينا عدد من المقابلات، تم انتقاء ثلاثة من الطلاب الدارسين اللي بيناتنا اثنين هدى وآرام، ومعنا أحمد مرتضى لم يتمكن من الحضور، بنوجه له تحية لأحمد، أيضا كان من المتميزين في الفريق. بناء على بعد الاختيار بدأنا بعمليات التحضير والتدريب للمحاكاة، لأنه هي مو فقط البحث عن المعلومة وإنما أيضا الشخصية والترافع وطريقة الحضور أمام المحكمة والربط بالوقائع القانونية مع القوانين أو الاتفاقيات، خصوصا النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وهيك بدأنا الرحلة وانطلقنا إلى سلطنة عمان للبدء بأعمال المسابقة. أكيد بدنا نرحب مرة تانية طبعا أرام وهدى. خلينا نبلش نتعرف أكثر عن مشاركتكم. مثل ما حكى الدكتور، هي مانا المشاركة الأولى لسوريا، بس يمكن المشاركة لكم عبر الجامعة الافتراضية السورية. خلينا نحكي أكثر عن المشاركة، كيف كانت؟ هلأ نحن بعد ما أعلمونا وتم الانتقاء بلشنا تحضير وتدريبات. استضافنا الدكتور ياسر بمكتبه، زودونا بكل المراجع والكتب اللازمة لحتى نكون نحن يعني على أعلى مستوى من التحضير. إذا مع الدكتور ياسر فالأمور تمام. حابة أتشكر كمان الدكتورة أمل يازجي والدكتورة رنا، زودونا كمان بالمراجع. أشكرهم بالأخير لأنه هن الداعمين الأساسيين. ما تنسوا ولا اسم. لا لا صح طبعا. تفضل أرام. بعد ما سافرنا على سلطنة عمان، بعد فترة التحضير اللي كانت عم تفضلت فيها الهدى، كنا نوعا ما
جاهزين خليني أقول، بس كان لهلأ في شوية ضبابية، فوقت وصلنا على السلطنة حطنا الدكتور ياسر خليني إليك بمعسكر تدريبي نعم معسكر تدريبي مستمر لحتى نقدر نكون واثقين تماما بالمثول أمام المحكمة، لأنه هو ما له خليني أقول شيء سهل، ولكن نحن كوننا الماجستير التخصصي الوحيد بالوطن العربي، كوننا متخصصين، كوننا يعني الحمد لله متحضرين بشكل جيد جدا، قدرنا انه نعطي منافسة قوية خليني اقول، ونحن اساسا فايتين ابطال سابقين كسوريا، فكان هذا الموضوع جدا ايجابي بالنسبة لنا. بيبطوا اكيد يعني. خلينا قبل ما ننتقل للاستاذ بس هيك بسؤال تاني، كيف كانت اجواء المسابقة لكم؟ هل كان في خوف؟ هل كان في شوية انه في منافسة؟ وعلى شو حصلتوا بالضبط؟ هلا حصلنا على المركز الثالث نحن بعد خسارة، يعني ما بدي اقول خسارة، نحن خرجنا بنصف النهائي ضد الفريق المصري. للأمانة كنا او شعرت انا انه نحن الافضل فنيا وعلميا وقانونيا، يعود هذا الامر طبعا انه نحن ماجستير تخصصي بالقانون الدولي الانساني، حضرنا بشكل جميل جدا، وبرايي هذا هو الشيء المهم، يعني الخبره اللي نحن استفدنا فيها، الفكره، الوقوف امام محكمه ولو افتراضيه، الترافع، الهي، وروح الفريق اللي كانت بيناتنا سواء انا هدى او احمد، يعني كنا جدا سوا مع كل الضغوط اللي كانت سواء جوا المحكمة أو خارج التدريب. صحيح، ويمكن نحن كمان استضفنا عملنا حلقة خاصة عن الطلاب اللي فازوا من صح. كم سنة كمان بال 2017 كان لنا حلقة خاصة معهم، فكان مميز جدا حتى الطرح اللي طرحوه. اليوم دكتور خلينا نحكي، بما أنه عم نحكي عن القضايا الإنسانية وسوريا هلا صار عندنا ماجستير متخصص بهذا الموضوع، يمكن قديش مهم يكون في توسع أكثر بهذا المجال، وخصوصا القضايا اللي عم نشوفها حاليا عم نحتاج دائما مين الملام القانون، مين اللي عم ينسأل على أي عقوبة بأي قضية إنسانية. هلأ شفنا من فترة يمكن بجهودكم صدر طبعا قانون حقوق الطفل، وهلأ ناطرين يصدر قانون العنف الأسري، فقدي مهم هذا الاختصاص يكون موجود، لأنه صرنا بحاجة ما سأله بعد الحرب. الحقيقة عم تحكي كلام دقيق جدا فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا، نحن خصوصا في القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجزائي بعشر سنوات أو أكثر من الحرب اللي قضيناها ومرت علينا فيها كثير من الوقائع اللي تصلح لأن تكون محل لدعاوى نطالب فيها بحقوقنا كسوريين. بالمناسبة ما بعرف اليوم هو كمان بيصدف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نحن بحاجة لحقوقنا قدام المحاكم الدولية، ارفعوا الحصار عن سوريا. أنا تمام، هذا اللي كنت كنت عم بكتب اليوم شيء لحتى بهذا بهي المناسبة نقول أي يوم حقوق إنسان، هذا المصطلح الزائف اللي نحن عم نعاني فيه بظل ظروف اقتصادية صعبة جدا. صحيح. وبالعكس نتمسك بالحملة فيما يتعلق برفع الحصار، وبهذا اليوم من هذا المنبر من قناتكم نتوجه لكل المسؤولين كان أمميين أو في مجال حقوق الإنسان كحد أدنى النظر إلى سوريا ورفع العقوبات، باعتبار هذه العقوبات بالفعل هي تقع على المواطن السوري، الضحية الأولى هو الإنسان السوري، ومن حق صحيح. الإنسان السوري أن يعيش بكرامة مثله مثل أي إنسان آخر، وردت الاتفاقيات أو جاءت الاتفاقيات لتحميه. للأسف لما نجي لتطبيق الاتفاقيات ونجي على الأرض الواقع بنلاقي هذا الكلام كله حبر على ورق. نحن بحاجة بالفعل، بدي أرجع للماجستير، الماجستير لما انفتح الماجستير نحن أيضا كان بداية الماجستير بال 2017 بدأ أقلع بال 2018، كان الهدف منه إعداد كوادر داخل البلد قادرة على التعامل مع هذا النوع من القضايا. والحقيقة الامتحان أنا بعتبر هذا امتحان للماجستير أكثر ما هو امتحان لطلابنا بالمشاركة اللي شاركوا فيها، أنه فعلا قدرنا نعرف أنه مستوى الماجستير تبعنا هو بمستوى متقدم وقادر. يعني المعلومة اللي يعني هو اختبار كنا عم نحكي أنا والدكتورة أمل، طبعا بوجه لها تحية الدكتورة أمل ياجي، هي كانت المشرفة من وزارة التعليم العالي ورافقتنا وكانت معنا طول الوقت بسلطنة عمان، وكان لها يعني بصمات في كمان إعداد الفريق وتوجيه
الفريق. وبالمناسبة هي عضوة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأنا أيضا يعني إحنا عندنا لجنة وطنية مغيبة إعلاميا، ولو أنه هي من أكثر اللجان الناشطة على الأرض في الجمهورية العربية السورية، هي اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة السيد نائب وزير الخارجية والمغتربين وعضوية عدد من الوزارات، اللي التعاون ضمن هذه اللجنة كان من مخرجاته المشاركة بهذه المسابقة. الماجستير هو بالفعل قادر على أو قدر على أنه خلال السنوات الماضية أنه يعمل فريق من الخريجين التطبيق العملي والمعلومة، تسخير المعلومة النظرية بإطار عملي. ونحن هذا اللي أنا يعني الشغلة اللي كتير مبسوط فيها بهاي المسابقة، أنه بالفعل المعلومات اللي كنا عم نعطيها نظري لقيناها في خلال المحاكمات، خلال المرافعات، خلال الجلسات، مستحضرة من قبل الطلاب. خليني أقول حتى ولو هاي كان طلابنا حتى مستوى أكثر من المحكمين أنفسهم في بعض الأحيان. حلو. يعني هذا الشيء اللي دفع تماماً ما غرور، نحن عم نوصف واقع، نحن عم نوصف واقع بالفعل. كان كنا عم بعض النقاط كنا نحن اللي عم نوضحها للجنة الحكم اللي هي مغيبة، لأنه في البعض منهم ما كان متخصص صراحة، ويمكن هذا أثر على تقييم النتائج. خليني أقول بالنهاية بس ما هيك أخذنا المركز الأول صح؟ عمليا باعتراف الجميع باعتراف الجميع بغض النظر عن الترتيب اللي صدر بالنهاية، وهذا منشور حتى على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ذكرت حضرتك نقطة حنبلش منها. خلال سنوات الحرب نحن كان في ضغط على جميع القطاعات، وشفنا خلينا نقول كان في شلل تام للحركة السورية ضمن سنوات الحرب، بس ورغم هيك صرنا نشوف دائما في محاولات لإنجازات سورية. اليوم طلعتوا برسالة سورية على مستوى العالم، شو هي أهم الرسالة اللي حملتوها اليوم معكم؟ أكيد كل حدا كان في شيء براسه حابب يوصله. هلا نحن كنا عم نمثل بلدنا، هلا رغم كل الصعوبات اللي عم يعني تواجه الطلاب السوريين، مع ذلك قدروا يكون عندهم حضور جدا لافت. هذا الشيء كان بشهادة الدكاترة ولجنة التحكيم واللجنة المنظمة. يعني نحن فعلا كنا كتير فخورين بالمستوى اللي سوريا وصلت له. يعني رغم كل الرفاهية الموجودة بالدول الثانية ما قدروا حتى يصلوا لنصف النهائي، وقت نحن تأهلنا كأفضل 4 فرق يعني على مستوى الوطن العربي. حتى حكينا نحن أنه مو معقول نحن قديه يعني المستوى كان بسوريا متقدم بماجستير القانون الدولي الإنساني، حتى أنه هنا نستغربوا أنه فعلا أنتم عندكم ماجستير متخصص بالقانون الدولي الإنساني. يعني هذا البرنامج مو موجود حتى بالوطن العربي غير بسوريا. للتنويه، ولو للتنويه، ماجستير القانون الدولي الإنساني في 3 منه بالعالم فقط متخصص، واحد منهم اللي هو موجود في سوريا. صحيح. وبحقيقة الأمر يعني مثل ما تفضلت هدى، هذا ما له شيء جديد على سوريا. يعني سوريا بلد بابنيان، بلد المشرع الأول تاريخيا. سوريا كانت دائما سواء كأطباء، كمهندسين، كأي مجال علمي، نحن عنا دائما الحمد لله تفوق، عنا حضور، وهذا ما له شيء جديد نوعا ما على الطالب السوري. يلي أنا بقدر أقول، ولو ما بدي أحكي عن حالي، عن أحمد، عن هدى، عن حتى شام اللي رفعت رأسنا من فترة قصيرة، أنه دائما في عنده حضور مميز، في عنده قدرة يتخطى أي شيء صعب بيطرده. صحيح. يمكن هذا هو السبب، دائما لما بيكون في وجع، في ألم، بيكون في حافز أكثر، في حافز أكثر أنه نحن نعمل شيء ممكن يساهم بحل مشاكل طبعاً الناس اللي عم تمر فيها، وخصوصا عم نحكي عن القانون. يعني دولة من دون قانون ليست دولة، وهذا الشيء اللي بدي احكي عنه دكتور. اليوم شو كانت المحكمة اللي او المشروع اللي قدموه ضمن المحكمة السورية؟ هلا قبل انا بدي احكي نقطة كمان متابعة للي حكاه آرام. كثير عم نسمع تشويش عن التعليم في سوريا، يعني والتعليم الجامعي تحديدا. يعني مجرد المشاركة والتميز بهذا المجال بيدحض كل هذا الكلام. نحن التعليم رغم كل سنوات الحرب ما زالت جامعاتنا مستمرة، ما زالت مدارسنا مستمرة، ما زال الإبداعات والاختراعات عم نشوف دائما السوريين عم يسجلوا اختراعات بهذا المجال، فهذا بيدحض كل ما يقال حول التعليم في سوريا. بالنسبة للقضية، هي قضية مفترضة من عدة نقاط يعني متداخلة فيما بينها، بتتعلق بارتكاب جرائم حرب على إقليم وهمي مفترض، بيتداخل مع جرائم ضد الإنسانية
وجرائم حساس جدا. تماما، وجرائم ممكن تصنف على أنه هي نزاعات مسلحة دولية أو نزاعات مسلحة ذات طابع غير دولي أو اضطرابات داخلية. يعني كان هاي النقاط اللي اللي بتميز فريق عن آخر، كله تحاربنا فيه على فكرة، تماما كله رفع ذرائع علينا فيها. نحن احدى النقاط اللي اثرناها طبعا على الهامش وليس ضمن المحاكم، والهي لما بقول ولو انه بيستخدم هذا الوسط لما استبعدنا او ظلمنا بعدم حصولنا على المركز الاول، نحن قلنا هاي القضايا كلنا نحن معايشينها وعارفينها ومحللينا قانونيا. فأنتم مثل ما قالت في جو بعض الدول اللي هن برفاه، سواء كان دول الخليج أو غيرهم، يعني كانوا برفاه وما قدروا يصلوا للتمييز بين بعض المصطلحات، خليني أقول اللي هي بديهيات. فبرجع بقول أنا بسجل هذا الإنجاز للجمهورية العربية السورية، لوزارة أكيد. التعليم، للجامعة الافتراضية السورية، وللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي للإنسان. نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق، نحن فخورين فيكم اليوم، ومثل ما ذكرت حضرتك الشيء اللي تقدم نحن مارقين فيه كان في تمكن بالقصة يعني. تمام. شكرا هدى لحضورك، شكرا أرام، دكتور سعد صباحك، وهيك بانتظاركم ان شاء الله ان شاء الله. انا بس بدي ارجع، مش قلتي لي لا تنسى حدا؟ لا لا تنسى حدا. بدي اتشكر الجميع، بدي اتشكر سيد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين، وان كان هو لانه صاحب القرار بالمشاركة عندما كان يرأس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني. تشكر السيد وزير التعليم العالي، تشكر الدكتور خليل عجمي رئيس الجامعة الافتراضية السورية، والشكر الكبير للجنود اللي هن مجهولين، دكتورة أمل ياجي والدكتورة رنا خاروف اللي هي من دأسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن هي أيضا من طاقم مدرسي الماجستير اللي كان له دور كبير في التحضير للمسابقة والتسريع من إجراءات المشاركة في المسابقة. أكيد. والشكر لكم الإعلام الوطني السوري على هذه التغطية. شكرا جزيلا. شكرا لكم دكتور، وشكر للشباب والصبايا. أملنا بالمستقبل دائما يكون في عنا دم جديد وعنا أفكار جديدة، ودائما محاولات لحتى نجدد حتى بالقانون اللي الناس تتوقع أنه هو ما رح يتغير. لا أكيد في شغلات رح تتغير ضمن المناسب. أكيد شكرا لكم. شكرا لكم، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.